إذن أهلا بكم مجددا، نكمل مع الـ validation و sanitization، ونحن الآن في قسم آخر نموذج لدينا وهو إضافة وصفة. طبعا بخصوص هذا النموذج الذي اسمه add recipe، يعني لن نقوم بـ validation كثيرا على هذا الموضوع، لأنه بكل بساطة سنقبل قيم فارغة للكثير من الحقول، لكن سأقوم أنا بشيء معين أنت يمكنك أن تكمله لاحقا لوحدك، وأعتقد الفكرة أصبحت واضحة بخصوص هذا القسم بخصوص الفاليديشن والسناتيزيشن. الفكرة التي أريد تطبيقها في هذا الفيديو هو أن اسم الوصفة يجب أن يتكون من 5 إلى 60 محرف، وهو مطلوب بالنسبة لي. الوصف أيضا يجب أن يتكون من 10 إلى 160 محرف، وهو مطلوب فقط. هذا الشيء الذي أنا سأقوم به. بالنسبة للخطوات، سأقبل أن الشخص لا يدخل خطوات. بالنسبة للمكونات، سأقبل لا يدخل. أنت يمكنك أن تتأكد أن هذه القيم هل هي نمبر، هل أدخلها نمبر وتعطيه رسائل لهذا الموضوع. الملاحظات يمكن أن تكون فارغة، لا مشكلة، ويمكن أن نجعل أيضا حقل الوجبة حقل مطلوب. فإذا لنبدأ الآن بهذه العملية. فإذا بداية سنذهب للهيلبرز الذي لدينا، وبالنسبة للهيلبرز فأنا سأقوم بنسخ، يعني نسخ أي هيلبر موجود لأنني سأكرر كثيرا. فأنا سأنسخ اللوجن هيلب لوجن فاليديت هنا، جيد. وهنا لنبدأ بالكتابة. فإذا بداية سنقوم بفاليديت ريسيبي فورم، وهنا سنسميه ريسيبي فورم. الداتا من الريسيبي فورم يمكن أن أتعامل مبدئيا مع تايتل الذي هو سترينج و description، هذه الداتا التي أريد التعامل معها حاليا. ويمكن أن نتعامل مع الميل، نجعلها required، فإذا هذا شيء واحد. فإذا بالنسبة للإيميل لا أحتاجه، هذا وقت سابق. فإذا هنا title is required، فسنكتب form data title، و error هنا title، وهنا سنكتب title field is required. سأجيبه من الأعلى هنا هذه المسج. فإذا title required، ايضا description required، الميل required، لكن انا لم اقم باضافة حقل الميل required، المسج اعتقد، المسج اقصد المسج. فاذا نعد لموضوعنا، فاذا الان ساضيف المسج بعد قليل، لكن سنقبل هنا description required. فاذا سنضيف هنا description، هنا description field required، وايضا سنضيف الميل. فإذا ميل فيلد is required، وهنا ميل، وهنا error، سنضيف errors للميل، وهنا سنضيف ميل. هذه لن نحتاجها، سأقوم بحذفها. وسيكون لدينا هنا title must be كم character، قلنا بين 5 إلى 60 character long، هذا title. فبالتالي هنا form data title.length يجب أن تكون، إذا كانت أقل من 5، أو كانت form data title length أكبر من 60، فهنالك خطأ، وهذا الخطأ سيكون خاص بالtitle وسيكون title length. طبعا سأجلب هذه المسج الآن، title length و description length. فإذا نذهب للأعلى، فإذا لدينا هنا title length، ولدينا أيضا description length، جيد. نعود إلى حيث كنا. فإذا هذا بالنسبة للتايتل. أما بالنسبة للدسكريبشن، description يجب أن يكون ما بين 10 إلى 160 character، وبالتالي هنا نفس الشيء لا فرق، لكن هنا سأقول إذا كان أصغر من 10 أو كان أكبر من 160 الدسكريبشن، فأنا أريد أن ينوه برسالة خطأ، أن يلوح برسالة خطأ للمستخدم حتى يفهم هذا الموضوع. جيد. فإذا هذا بخصوص description. فإذا أعتقد انتهينا. الميل لم أقم بإضافة مسج لها، فدعونا نضيف مسج للميل. فإذا سنذهب للمسجز، ملف المسجز، وبالنهاية اسم الوصفة مطلوب هنا، سأقوم بتكرار هذا، أضعه هنا، وهنا سنكتب ليس اسم الوصفة بل ميل الوصفة، وهنا سنكتب حقل الوجبة مطلوب. فإذا سأغلق هذا ونعد لحيث كنا. فإذا انتهينا نحن الآن من الـ Validate Recipe Form، فالآن يجب أن نقوم بفتح هذا الفورم. فسنذهب إلى Tab New Component
ريسيبي فورم جيد جدا. ونفس الموضوع الذي اتبعته بالفيديوهات السابقة بالأقسام السابقة مثلا باللوجين فورم، كان لدينا هنا بالأعلى كان لدينا هذا، جلبنا الايرورز وهذا سنجلبها أيضا هنا بالريسيبي فورم. فإذا نحن الآن بالريسيبي فورم، فإذا سأضعها هنا. أيضا أريد أن جلب الفاليديشن فانكشن، فإذا سأنسخه من هنا، وفي الأعلى بالريسيبي فورم سأجلبه، فإذا اسمه validate recipe form. أيضا من اللوجين فورم سأجلب الفاليديشن الذي كان بهاندل اون تشينج هنا، هذا الفاليديشن سأجلبه وأضعه بالريسيبي فورم. فإذا هنا سنجلبه، لكن نحن لا نريد validate للوجين هنا، سنغيره للريسيبي فورم، وهنا form data وفقط، انتهينا. جيد. أيضا إذا لم يكن فعليا نحن نحتاج نفس السينيتايز الذي قمنا به سابقا، سنجلبه لاحقا لا مشكلة. هنا سأكتب if valid، إذا كان valid فقم بعرض try and catch، غير ذلك لا، أو قم بالذهاب للباك اند. أيضا أريد بالنسبة للباتن نفس الشيء، سأكتب هنا disabled يساوي not valid، إذا كان not valid فdisabled. فإذا لنرى النتيجة، ما زال valid. لماذا؟ لأننا لنرى، طبعا هو أضاف له disabled، هنا أضاف له disabled button، لكن الذي حدث فعليا هو أن disabled هاي، لكن لم أقم بإضافة الستايلز. هذه الستايلز ستايل ريسيبي فورم لها ستايل خاص بها، فعلي أن أقوم بنسخ الستايلات، صحيح؟ فإذا هنا بالريسيبي الستايلات هي موجودة بالريسيبي فورم، أما بخصوص اللوجن فالستايلات موجودة بالداشبورد، فسأنسخها من الداشبورد بستايل الداشبورد. فإذا هذه الستايلات من الداشبورد نفسها سأنسخها لنهاية الريسيبي فورم بهذا الشكل، وأتأكد أن البطن هنا اسمه بطن وليس سبميت، فبالتالي بالنسبة للريسيبي فورم موديول هنا سنكتب بطن بهذا الشكل، نغيرها. فإذا يفترض الآن صحيح ظهرت المسج هنا في الأعلى وهذا disable، صحيح. هذه المسج يمكن أن نغيرها بكل بساطة، إذا ذهبنا إلى الريسيبي فورم، فإذا هذه المسج سنكتب إذا كانت هنالك مسج فاعرضها بهذا الشكل، أن سيختفي كما ترون. أيضا أريد أن أجلب حقول الإيرور الموجودة باللوجن، الحقل الإيرور الذي أضفته أدنى الإنبوت، سأقوم بنسخه ولصقه لأنني كسولة لا أريد أن أكتب مجددا، تعبت حقيقة. فأدنى الإنبوت هنا سأضع errors، لكن هذه errors خاصة بالtitle، إذا كان error خاص بالtitle فأعرض هذا error. أيضا سأضيف error خاص بالdescription، فإذا كان هنالك error خاص بالdescription فقم بعرض هذا error. وأيضا أريد إضافة error للوجبة، أن تقوم بإضافة كل error لكل شيء، وإذا أردت أن تقوم بsanitize، إذا أردت أن تقوم بvalidate لكل شيء. فإذا هذه هي الميل، الميل هنا سأضيف لها error، فإذا كان هنالك error خاص بالميل فقم بعرض هكذا. فإذا ممتاز. فإذا الآن تحديث، الآن مجرد أن أكتب مثلا اسم الوصفة، لاحظوا يجب أن يتكون اسم الوصفة من 5 إلى 60 محرف، فإذا كتبت 5 سيختفي، إذا كتبت كثيرا يفترض أن يعطيني خطأ. نفس الشيء بالنسبة للوصف، يجب 10 أحرف أقل تقدير، فإذا إذا كتبت هكذا 10 سيختفي الخطأ، كتبت كثيرا دعوني أقوم بنسخ لصق هكذا كثيرا سيقول لي كذا. الوجبة يبدو أنها محددة بشكل أوتوماتيكي، فلم يعطيني أن الوجبة مطلوبة وفقط. فإذا ممتاز، فإذا هذا يعمل، ولن يأتينا هنا إضافة وصفة إلا إذا قمنا بوضع هذا. بنفس الطريقة التي قمنا بها بسينيتايز للريجستر، سنقوم أيضا بسينيتايز للريسيبي فورم، سنقوم بفتح الريجستر فورم حتى أقوم بنسخ منه الأشياء. فبهاندل سبميت بالريجستر فورم قمنا بإضافة هذا كله، سأجلبه مجددا وأذهب لسبميت فورم بالريسيبي، وهنا سأقوم بإضافته. فذن سينيتايز داتا، الداتا التي أريد سينيتايز لها هي تايتل والديسكريبشن، أيضا يمكن أن تضيف كل شيء أنت بحالتك. وهنا سنكتب sanitize string، طبعا أنا لم أقم بإضافته الآن، سنضيفه سيمبورت له يعني form data، وهنا form data، هنا للtitle وهنا للdescription، وهنا لدينا validate
recipe for، وفي الأعلى هنا دعوني أقوم بإمبورت لل sanitize string، فإذا عدنا إلى هنا، فإذا هذه هي sanitize data، فإذا sanitize string، sanitize description، وإذا كان valid أعتقد كل شيء صحيح. هنا سنؤكد، سنأخذ is valid من ال sanitize، وأيضا سنقوم بإرسال الداتا. الداتا أي داتا سنرسل؟ نعم سنرسل هنا الداتا السانيتايز داتا، لن نرسل الفورم داتا، سنرسل السانيتايز داتا، لكن هذا ستكون فيها فقط تايتل وديسكريبشن، وبالتالي هنا سأقوم بالسانيتايز داتا، هنا سأقوم بإضافة أيضا بالأعلى سأضيف فورم داتا هكذا حتى يتم إرسالها أيضا. فالآن لنرى النتيجة ونجرب على هذا الموضوع. فإذا بالنسبة للوصفة أريد أن أضيف space d، أخذها لاحظوا بالنسبة للوصفة نفس الشيء، سأضيف spaces d f مثلا وspaces وفقط. الآن يمكن إضافة وصفة، الآن الvalidation سيكون على submit، فإذا لاحظوا هنالك خطأ، التقط هذا الخطأ. حتى لو كتبت مثلا هنا بالtitle مثلا فراغ وثم دي 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 أو اف 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 هكذا، وهنا نفس الشيء، يجب الآن أن نرى إذا أخذ الترم أم لا. هنا نفس الشيء وسنقوم بإضافة وصفة، فقال لنا أن الريسيبي got added successfully. هذا يمكن أن نضيفه على المسجز، أنت تضيفها طبعا. وهنا الريسيبي الأخيرة نريد أن نرى كيف تظهر، هذه هي. فنلاحظوا بدون فراغات، طبعا الفراغات بالنصف الكلام هذا الترم لا تعتني بها، تعتني بالفراغات على left right يمين يسار أو يسار يمين، جيد. فإذا ممتاز جدا، فنحن قمنا بvalidate لهذا الفورم، وأيضا قمنا بالتعرف على sanitize. انتهينا من هذا القسم. بالقسم القادم يجب أن نضيف thumbnail للرسيبي الخاصة بنا، وهذا الشيء الذي سأعمل عليه بالفيديو القادم. شكرا لكم ونلتقي لاحقا، مع السلامة.